قصة عجيبة هي بالوجود نمر حد أي آية خطر كو أباشا الإمام أبو إسحاق المروزي يا قصة عجيبة وري وحكوري أردق أبو زيد أبو زيد المروزي أخذ عنه أبو بكر القفالة الشاشي وعنه الصيدلاني بسند صحيح قصة الشافعي وريا أبو إسحاق المروزي وحجيري نن هنتيلا يا بغداد أندرس كو أهيد وبدنا أن لاين هل ويل بوبد كلاها ويل كي دوق أو مأكو نين حافظة الدقن بالغوته ما هو إجيا ويلكو وضيقون أدوا إيينا ويلا كاسو قايستا مالك الدنباء أنا والسعودان اسكو صوبحاني ودقي أو السعودة مركاز ويلي يانس ورئيس إن حقا وسعودة وحوري السنة كمحان ربعين نحجيو ويل كي أنا آنك حييو ومحاد ربطها وحوري أجيدده أوي نحجك آنك لا يوحاكم إذا جدكوا وين حكمي ذا إن أنا من قريب المدج أنا يلوك ما كلوه كلا بحه ويل كلوه بندق وقائف هدي صوعة ما أنا أدلعي مسوى اللي يدومي أنا أقعد أبو سحاق المرز وحاري ويل كنا وذيال سبسكرايب سارة قناة هدي أتكو عصبت هاي شير جري لايك تنا كي لوبين سيدو كله هدي أدركت غبطهاش نقول ربوا مهسنتين.